من المستهجن أن تتحول جريمة التطبيع إلى سياسة متبعة لدى النظام في البحرين. شعب البحرين يريد أن يحاسب كل المسؤولين عن هذا التوجه المشؤوم، سواء كانوا أفراد أو مؤسسات أو جهات رسمية أو شخصيات رسمية. وهذا الموضوع لا يتأتى إلا من خلال الالتزام بثوابت الشعب البحريني وتحقيق أسس الديمقراطية التي يسعى لها شعب البحرين، بحيث يستطيع إلزام الدولة بسياساته وتوجهاته وبآرائه السياسية. كانت وما زالت فلسطين والقدس في ضمير شعب البحرين بوصلة لحراكهم ومعيارا لشرفهم والتزامهم، وكانت هذه القضية قضيتهم المركزية التي على أساسها يبنون توجهاتهم ويبنون تحالفاتهم ويبنون قراءتهم السياسية للمنطقة من حولهم. لم يتخلوا عن فلسطين ولن يتخلوا عن فلسطين، ومن خلال فلسطين ينظرون إلى السلطة التي تبيع هذه القضية بعين السخط. وإن انحراف السلطة عن التوازن الشعبي والتوجه الشعبي تجاه القدس وفلسطين هو مؤشر واضح على خرق الثوابت الوطنية والثوابت القومية والثوابت الدينية لشعب البحرين.